السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة، والأرقام أيضا موجودة أسفل الشاشة أمام حضراتكم. قبل الدخول في موضوع الحلقة، نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن استمرار الاعتداءات والانتهاكات على متظاهري أو ضد متظاهري تشرين في كافة المحافظات العراقية. لدينا حرق خيام، لدينا اعتداء على ناشطين في تظاهرات في البصرة، ولدينا كذلك تظاهرات وزخم للتظاهرات في بغداد وفي محافظات أخرى من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين، وعلى رأسها إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة، وكذلك حل البرلمان وإقرار قانون انتخابات وفق المعايير التي يريدها المتظاهرون العراقيون بشكل عام. وطبعا يجب أن تتم كل هذه الأمور في أجواء ديمقراطية حقيقية بعيدة عن تواجد هذه الأحزاب وهذه الميليشيات التي تحكم العراق منذ عام 2003. طيب، بداية نشاهد مع حضراتكم إقدام الميليشيات على حرق خيام المعتصمين قرب ساحة التحرير وسط بغداد، فلنشاهد. هاي الساعة 8 حرقوا خيمة بالنفق يمنا، زين يفرقون النفق، والله من تراجع لو مو تحرقون، والله العن تراجع، باقيين ثابتين القسمة ما عليكم، وباكر راح نصب باكر خيمتين. هاي الساعة 8 حرقوا خيمة بالنفق يمنا، زين يفرقون النفق، والله من تراجع لو مو تحرقون. طبعا نشاهد أيضا مع حضراتكم توعد متظاهري بغداد من أمام المنطقة الخضراء بطرد جميع أحزاب المحاصصة الطائفية وإسقاط جميع الفاسدين ومحاسبة قتلة الثوار على جرائمهم ضد شباب الثورة، فلنشاهد. نتابع الآن مشاهدينا الكرام تظاهرات لأعداد من أبناء محافظة كربلاء قرب أبواب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد دعما لثوار العاصمة، فلنشاهد. يا القاعد التبين لا تحجي عني، يا القاعد التبين لا تحجي عني، تشريعك انت بيوم ما أخذ مني. لا 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 خلونا نشوف مشاهدينا الكرام مع حضراتكم أيضا تجدد التظاهرات في ناحية العكيكة جنوب شرق ذي قار للمطالبة بإقالة مديري الدوائر وتحسين الخدمات، فنشاهد. ما حد يساوم يا شهيد بدمك، حقك يجيب ربع القلب امك، صح الزلم لقاك ورقبنا دم احرار، صح الزلم لقاك ورقبنا دم احرار، القاضي والشغله جنبه يمك. اذا المشاهدين الكرام تابعتم التفاعل العراقي مع قضية الثورة ومع استمرارها ودعمها من قبل الشباب الثائر، وطبعا المطالب تستمر
وإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة هو مطلب العراقيين بشكل عام، المطلب الأول قبل كل شيء، وبعد ذلك هناك مطالب أخرى تأتي ضمن سلسلة من المطالب الطويلة التي طرحها العراقيون منذ انطلاق ثورة تشرين. لكن نتساءل لماذا يستمر العنف ضد المتظاهرين في الوقت الذي تخرج فيه الحكومة تتوعد بحماية المتظاهرين وإيقاف العنف ضدهم؟ لماذا نستمر برؤية حرق الخيام واستمرار الاعتداءات على المتظاهرين؟ متى ستسيطر الحكومة على أفرادها، على عناصرها، على الميليشيات المنفلتة التي تحمل السلاح وتثير الذعر بين صفوف المواطنين وطبعا تستهدف المتظاهرين أو كل صوت يخرج رافض لوجودها أو رافض لوجود الحكومة؟ يعني هل حكومة مصطفى الكاظمي هي التي تقف خلف هذه الاعتداءات المستمرة؟ هل هي حكومة ضعيفة لا تستطيع السيطرة؟ إذا كانت كذلك لماذا تستمر بالحكم؟ إذا كان الموضوع خارج سيطرتها لماذا لا تستقيل؟ لماذا لا تترك المنصب وتترك الاختيار للعراقيين؟ وإذا كانت هي الطرف فيجب أن تحاسب. يعني إحنا بالحالتين نريد نفهم الوضع اللي يصير بالعراق، ليش هاي الاستمرار للاعتداءات والانتهاكات المستمرة، تغييب متظاهرين، خطف، اعتقال، اغتيال واعتداء في وضح النهار وأمام القوات الحكومية، وأحيانا كثيرة القوات الحكومية بمختلف صنوفها هي التي تباشر بالاعتداء قبل الميليشيات على المتظاهرين السلميين. معنا الآن السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أخي محمد، هي كحكومة يعني هم جايين صفتهم عراقيين. هم يعني يقولون احنا عراقيين. نعم. يعني العراقي لما يجي يستلم حكم غير يخدم شعبه. نعم. هذول جوي قتل الشعب، تدمير الشعب، عشان منطق العقل ده أقول لك. يعني يجي كأنه عراقي يقول لك أنا عراقي وأنا مظلوم. نعم. ليه لما أنت مظلوم ليش تظلم الشعب؟ نعم. ليش تسرقه؟ ليش تهينه؟ نعم. ليش تاخذ حقوقه؟ خيراته؟ هذول أصلاً يعني ما ينتمون للعراق. نعم. يسدون أفواه الناس يتبين المدبول على يعني حقوقهم المشروعة. يعني اليوم ما نسمعت بأنه إحنا نريد خدمات، شنو خدمات؟ نعم. خدمات إيش؟ يعني لو إزالة الطبقة الفاسدة كلها. نعم. وإلا فلا واحد لا يتكلم. لازم الطبقة هاي الفاسدة اللي جابتها أمريكا وإيران. نعم. لازم. يعني شنو خدمات ما خدمات صار 14 سنة. يدمرون بالعراق. يعني أنت حضرتك تعترض. حضرتك تعترض على اللي يطلعون يطالبون بس بالكهرباء، بالمي، بالوظائف، ويهملون القضية الأكبر اللي هي قضية الوطن، قضية وجود نظام سياسي أو يعني عيشة العراقيين تحت حكم اللصوص. يعني حضرتك معترض على يعني على هذه الفئة من المجتمع. نعم نعم. يعني دور المي والكهرباء والبلد يعني منتهي. يعني أنا المي والكهرباء شكلي يعني كرامتي اللي أزيلت وأهانت، وكرامتي. نعم. بين الدول يا أخوان، الدول ما قامت تحترم العراق لأن ما عنده رأي. نعم. وهذا بين ما ليش؟ لأن احنا شعب مو واحد. انا اكرر واقول مو واحد. لأن جوي ناس عصابات مافيات، يعني اهم شيء تهديم الشعب العراقي وكيانه ومبادئ. بس الان وصلنا الى مرحله يا ابو حسن، قد يختلف وياك البعض، انه اللي شفناه بثوره تشرين اثبت وحده العراقيين. اللي صار بالسنوات اللي تبعت الاحتلال أثبت أن الشعب قادر على التغلب على المخططات اللي أحاكتها حكومات ما بعد الاحتلال، الطائفية، محاولة التفرقة اللي تسويها الأحزاب والميليشيات والحكومة، يعني أو الحكومات بشكل عام تغلب عليها العراقيون. وصلنا الآن إلى مرحلة صار حتى الحديث بالطائفية بالشارع العراقي أمر ينفر منه العراقي، يعني أمر ما يحب يسمعه، ما يريد يسمعه، شاف أنه وصله إلى أسوأ المراحل، فما يريد يرجع إلى هاي النقطة. هذا أكبر دليل أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة من التوحد بيننا كشعب، لكن هناك محاولات سلطوية للتفرقة. هو أنا هذا قصدي. هذول مو شعب واحد، هذول جوي الدبابة الأمريكية وعبيد. عبيد يعني أنا أعرف أنا عبد لله. أنا ما يحكمني أمريكي أو إيراني أو إسرائيلي أو أي كان. نعم.
احنا الشعب لازم نتحد تحت رايه الله اكبر، هاي وحده. نعم. لازم نعرف تاريخنا، تاريخنا احنا شلون كنا قبل متعايشين. كان واحد يعني انا حطيت في الفكره صغيره. نعم. انا بالانسحاب مال الكويت ولو اعطيت عليك شويه تحملني. لما انسحبنا من الكويت انا سايق يعني جيش. اي. فلما شفت الناس مضروبه ومصحوبه اقسم برب محمد الاعظم خلق الله. نعم. شلتهم كلهم، ما عرفت هذا شيعي، هذا سني، هذا كردي، هذا مسيحي، تركماني. تركت السياره ترس واقسم برب محمد. لبيتهم بالمستشفى والدي جازفت يعني بصعوبه تعرف انسحاب بالليل. نعم. يعني صعب. طيب. صعب ضوء لازم تشعل ضوء شويه. ابو حسن انا اشكرك، فكرتك وصلت، وبالطبع يعني الشعب العراقي يعني شعب واحد، لكن دائما ما تكون هناك محاولات خبيثه من قبل من يريد تفكيك هذا المجتمع لاضعافه، لاضعاف البلد بشكل عام. ومبدا فرق تسد هو مبدا متعارف عليه في لدى الدول المحتله، لدى من يريد ان يدمر بلد، فكره اضعاف الشعب لكي تسيطر عليه الان كما نرى أحزاب. لكن الآن بدأت هي هذه الأحزاب بالضعف، هي بدأت منذ سنوات حقيقة يضعف وجودها واقتربت من الانتهاء والفناء، لأنه الآن الشعب خلص يعني عرف من هو العدو، عرف من هي الجهة التي يجب أن تزاح حتى يتحسن وضع البلد. سيد مصطفى من مصر تفضل. عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، نحييك ونحيي الشباب الحر اللي بيهتف للوطن بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح. عاش العراق، عاش أبطال العراق الأحرار، العرب العظماء صناع المجد والشرف والتاريخ. نعم. أما سيدي بالنسبة لعصابة الاستعمار الجبانة، حرق الخيام وقتل المتظاهرين، وده يا سيدي نوع من أنواع الاستفزاز عشان الشعب يحمل السلاح، لأن هم خلاص أعلنوا إفلاسهم وأعلنوا استسلامهم فعليا. خلي بالك أعلنوا استسلامهم بس محتاجين، بيقول لك احنا هنروحوا فين؟ هنروحوا فين؟ ونسيبوا العز اللي احنا فيه والثروات والنهب والجد ومحدش بيحاسبنا، وساعة ما نسيبوا السلطة كل الدنيا هتنقلب علينا. نعم. فيقول لك احنا نستفزه في الشهادة حتى يحمل السلاح، حتى نخلط الأوراق، حتى نعيش الفساد في الأرض، ونقول له كل السلاح منتشر، هي دي قصته. فأنا أحذر 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 القوى الوطنية الشريفة بأنها لا تحمل السلاح أبدا في الفترة دي بالذات، وتهتف للوطن، اهتف باسم العراق، ينهزموا ويخافوا، لان اسمعوا دول جبنة، اقسم لك بالله اكبر خلق الله، يسمعوا اسم الهتاف عاش العراق يترعب، يترعب في جسمه، لانه مش عراقي، ده انتمائه للعنصريه الجبانه المقيته. وعاش العراق، وعاش ابطال العراق، وعاش النضال العربي العراقي الحر، وانا اشكر سيادتك. شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر. معنا السيده ام ازهار من بغداد، تفضلي يا ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة إلى ضرب المتظاهرين، هذول الأوباش يعني حفالات العصابات الموجودة اللي هذول الموجودين بالحكم. هم يدزون عصاباتهم يضربون المتظاهرين لأنهم خايفين على كراسيهم، خايفين لأن اهتزت فيهم بعد ما لهم مجال بالحكم، فبدأوا هنا يضربون المتظاهرين ويحرقون من جماعة مقتدى إلى جماعة الحكيم إلى جماعة المالكي إلى عصابات كل الحكام اللي حكمون هنا. بس احنا نطالب المتظاهرين ان ما يطالبون بالكهرباء ولا يطالبون بأي شيء، يطالبون بإسقاط هذا الحكم، يطالبون بإسقاط هذا النظام اللي دمر هذا البلد، دمره تدمير كلي. فاحنا احنا نأيد المتظاهرين، والله ان شاء الله ينطيهم القوه والاراده والصبر، واحنا احنا صابرين، وطول ما احنا ان شاء الله منتصرين على هذول الجبناء. وانا اشكرك. شكرا جزيلا سيده ام ازهار من بغداد. معنا السيد ابو فيصل من السعوديه، تفضل يا ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. كيف حالك أستاذ محمد؟ يا الله يسلمك، الحمد لله. الله يحفظك، تحية لك، تحية للقناة، تحية للكادر، تحية للشعب العراقي. أهلا وسهلا. وتحية للثوار كلهم، تحية للشعب كل ساحات الثورة.
استاذ بالنسبه للجرائم، اول شيء اسمح لي استاذ محمد احيي الشعب اللبناني وحي الشعب السوري. والعدو هو واحد معروف بالعراق وبسوريا وبلبنان ولكن واليمن، لكن اليمن في حكومه شرعيه، العراق لا في حكومه شرعيه المشكله. وان شاء الله قريب ونحيي وعيان شعوبنا العربيه وتحركهم على هذا المجرمين الخونه. فنشوف نحن زياره ما يسمى برئيس وزراء العراق، هذه الزياره المهينه مع الاسف للنظام الخامني وخضوعه الكامل، ويتكلم الخامنئي عليه ويملي عليه وهو سيدي سيدي، فهذا عار. نسأل الله ان يخلص العراق من هذه الشوكولات هاي. وتحية لك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. نريد نشوف يا حضراتكم مشاهدينا الكرام مقطع الان من تحذير ثوار محافظه واسط من تلاعب الاحزاب الفاسده للاستيلاء على منصب مدير التربيه في المحافظه، ووضعوا شروط خاصه بتسميه مدير التربيه، وابرزها ان يكون مستقل ومن من تتوفر فيه الشروط المهنية والنزاهة، وأن لا ينتمي لأي من الأحزاب. فلنشاهد. مديرية التربية في محافظة واسط وكونها المسؤولة عن مستقبل أجيال كاملة ومسؤولة عن سلوكهم ومستواهم العلمي، ولكون منصب المدير شاغرا في الوقت الحالي، وهذا ما يطمح به الأحزاب ويطمح به الفاسدين، فإن ثوار واسط يحذرون من التلاعب وهذه المؤسسة الهامة، وسوف لن يتم القبول مع أي مدير إلا بالمواصفات التالية: أولا أن يكون مستقلا تتوافر فيه الشروط المهنية والكفاءة والنزاهة ولا ينتمي للأحزاب الفاسدة. طبعا مطلب التكنوقراط، مطلب المستقل الكفو النزيه، هذا مطلب أي شعب في العالم لأي مسؤول أن يكون في موقع معين من المسؤولية. اللي صار بالانتخابات اللي مضت، انتخابات اللي إجا بها عادل عبد المهدي، واللي كانت نسبة مقاطعة الشعب العراقي أكثر من 82%، وكانت بها نسبة تزوير خيالية، صنفت على أنها من ربما أكثر الانتخابات تزويرا على مستوى العالم. مع هذا وعدوا الشعب العراقي بجلب التكنوقراط وخلو الحكومة من المتحزبين، من الذين ينتمون للأحزاب، من الذين يتأثرون بضغوط الآخرين. اللي صار أنه نفس الوجوه موجودة، تبدلت المناصب، لكن نفس الشخصيات اللي كانت تستلم مناصب سابقة أو استلمت مناصب سابقة دخلت في الحكومة التالية. وكان هذا الموضوع مستمر منذ الاحتلال ولغاية هذه الحكومة، الحكومة الحالية، حكومة مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي أيضا شخص ضمن العملية السياسية، ضمن جهاز أمني، وتحول ليصبح رئيس وزراء. يعني رغبة السلطة بجلب المستقلين هو أمر غير منطقي بالنسبة لهم، لأنه حتى كمواطن عادي، كمواطن بسيط، كعراقي بسيط، إذا فكر بالموضوع، كيف لمجموعة من اللصوص أو مجموعة من الأحزاب التي سرقت العراق ودمرت البلد أن تأتي بشخص نزيه قد يحاسبهم ويلاحقهم قانونيا ويعاقبهم، ويدخل هذه الأحزاب التي دمرت البلد إلى السجون والمعتقلات لمحاسبتهم على ما فعلوا بالعراق من غير المنطقي. وبالتالي مصطفى الكاظمي هو أيضا نموذج من هذه النماذج التي يعني نتساءل أنه بعض العراقيين أو فئة من المجتمع تريد أن تعطي فرصة لمصطفى الكاظمي لعله يصلح. كيف للكاظمي أن يصلح وهو جزء من هذه العملية السياسية، وهو جاء نتيجة توافقات حزبية طائفية محاصصة موجودة منذ 2003 ولغاية هذا اليوم، ونفس النظام اللي إجا به عبد المهدي واللي إجا به العبادي والمالكي والجعفري وحتى إياد علاوي، كانت هي نفس الأنظمة ونفس السياسة، سياسة التوافقات الحزبية اللي جتب هؤلاء. فكيف للكاظمي أو غير الكاظمي، أي شخص يخرج من هذه العملية السياسية، أن يكون هو الشخص المصلح؟ هل يوجد في هذه العملية السياسية من يستطيع أن يرضي طموح العراقيين وهو موجود ضمن حلقة من الأحزاب الطائفية والميليشيات والتأثيرات الدولية مثل إيران وأمريكا؟ هل يستطيع؟ هذا السؤال يطرح. من معنا الآن؟ السيد أبو محمد من السماوة، تفضل. السلام عليكم، شلون أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله نحييك، رحم الله والديك. والديك. بالنسبة للتظاهرات اللي رجعت بالآونة الأخيرة،
استاذ محمد، يعني ما اتصور يعني حكومه الكاظمي ايضا راح تبدي بقمعها وتبدي بمصادره. هي بدت بالفعل يعني. نعم بدت. ويا ريت وان شاء الله تحقق مطالبهم المتظاهرين مثل ما تحققت مطالب المتظاهرين اللبنانيين وسقطوا الحكومه اللبنانيه اليوم. نعم، بس هذا ما يضمن حتى للبنانيين. نعم. انه تاتي حكومه مستقله يرضون بها طالما موجود حزب الله وايران. نعم، احنا وضعنا هسه مشابه لنفس وضع لبنان ايضا، ميليشيات مثل ميليشيات حزب الله وايران متحكمه بالساحه السياسيه. نعم. عندهم، فما اتصور راح يصير حل بالنسبه للبنان. الحل موجود يا ابو محمد، الحل. نعم. موجود لكل الشعوب. نعم. هي بالانتفاضة والخلاص من دمر البلد. الحل بسيط. نعم، ليس بسيط بالمعنى الفعلي، لكن هو من الناحية النظرية. نعم. هو هذا الحل المنطقي. صحيح. إيه، ماكو أحسن حل من حل الانتفاضة والتظاهر والثورة ضد. نعم. هذه الطغم الفاسدة سواء في لبنان أو في العراق أو كل بلد متدخلة بإيران. طيب. والميليشيات القذرة اللي تابعة لها. رأيك سيد أبو محمد بموضوع استمرار حرق خيام المعتصمين؟ يعني شفنا بساحة التحرير حرق خيام المعتصمين من قبل الميليشيات. القوات الحكومية الموجودة بقرب ساحة التحرير أو قرب ساحة التظاهر في مختلف المحافظات العراقية قريبة من الأماكن، قريبة من تواجد المدنيين، ومع هذا لا تتحرك، ما تتحرك، ما تسوي شيء، ما تحمي الناس، مثل ما أعطى أوامر الكاظمي أمام وسائل الإعلام لقيادات الأمنية بحماية الناس. هذا الكلام ليش ما نشوفه على أرض الواقع؟ الكاظم استاذ محمد ما صور يقدر هذه الاحزاب، وما يقدر يسوي اي شيء بالوقت الحاضر. هو يعني خلي يخاف على نفسه اول مره. ليش؟ قبل ما انه يخاف على المتظاهرين. نعم. ليش؟ لان ضعيف، ما ضعيف استاذ محمد، ما يقدر. يعني الميليشيات الايرانيه مسيطره على الوضع، وهو اصلا قبل فتره طلعوا اكو ناس له مؤيدين مناصرين من الطبقه السياسيه. نعم. اصلا هم يقولون هو في بين لحظه واخرى اللي ربما يتعرض لمحاوله اغتيال. هذا بتصريح واضح. انت تتوقع اكو هيك شيء يا ابو محمد؟ طيب هو شنو اللي سواه الكاظمي هسه حتى يتعرض لمحاوله اغتيال؟ شنو الشيء اللي سواه اللي عارض توجهات الاحزاب ويضرب مصلحتهم ووجودهم؟ استاذ محمد، هو مو مساله سوى يفيد شيء مثلا يفيد الشعب وكذا. نعم. حتى يسبب غيظ للاحزاب الايرانيه. نعم. ولكن هم مساله تقاسم سلطه او نزاع للسلطه. انا قبل فتره هم يعني نوهت هذه القضيه عن طريق قناتكم وقلت انه الكاظم هو معسكر امريكي ودوله معسكر ايراني، وهذا صراع للارض العراقيه. نعم. حتى اكو ناس يعني هم من ضمن المعسكر الشيعي صارت. نعم. ويا الكاظمي في مساله انه يتوددون لامريكا وكذا وغيره. ونوهت لانه يريدون يسوون الاحزاب هسه سيناريو مثل سيناريو المالكي. نعم. ل 2014 من غادي يتمسك بالسلطه وابتدع هاي القضيه مال انه انسحب القوات من الموصل. نعم. وادعى نفسه انه بقايا البعثيه اللي قامت وكذا وغيره وداعش من هالسوالف هذه. نعم. هو راد المناطق ذيك تسقط، وراد يسوي هذا السيناريو ونجح من الناحيه العسكريه وفشل من الناحيه السياسيه. من الناحيه العسكريه انه هو حقق الغرض اللي اسس به الحشد. نعم. اللي هو ارتكب مجازر بحق العراقيين وما حد يطريها وما حد يقول هاي السوالف عنهم. نعم. ولا واحد يقول مثلا الحشد ايش ارتكب من جرائم هناك. شيء اقول لك الحشد المقدس يعني، وكانه الحشد. طيب يعني بكل ما تفضلت به احنا غايه هذه اللحظه سمعنا وعود من كل الحكومات اللي اجتي بحصر السلاح بيد الدوله. طبعا من المطالب الاساسيه للعراقيين بشكل عام هو ايقاف هذه الميليشيات وسحب السلاح منها وانهاء وجودها، لانه هي الخطر الاكبر على العراقيين، لانه هي جزء من الاحزاب وهي جزء من العمليه السياسيه وهي اللي تثير الذعر بين صفوف العراقيين. حتى هذه اللحظه ما شفنا رئيس وزراء اجى للعراق حقق هذا المطلب، وكلها توعد والعبادي سأضرب بيد من حديد، والعراقيين ضحكوا عليه وقالوا إيدك تنك وولى وراح وما حد شاف منه أي نتائج. وحتى موضوع النصر المزعوم اللي قال عليه بالانتصار على داعش، هذا النصر والاحتفال وكذا،
شفنا الآن إيش صاير بالعراقيين مهجرين نازحين وناس ما تقدر ترجع لبيوتها بسبب الميليشيات. ليش ذولا إذا ضعفاء ليش ما يتركون المنصب؟ ليش متمسكين بالمنصب وهم مدى يقدرون يحققون شيء للشعب؟ هم أمريكا وعلى الامتيازات والفلوس بالهبل على وقت الإخوان المصريين اللي يأخذونها. فهاني أكو معلومة يجوز ما تدرون بها أستاذ محمد. شلون يقضون على يقضون على السلاح الميليشيات؟ وتدري إحنا عندنا هنا بالجنوب شنو سووا الميليشيات من مؤامرات ضد الدولة؟ وما أدري هم يدرون أو لا، هو رجال هو رئيس جهاز مخابرات، تدري تفقى وين عشائر؟ نعم. والعشائر عندنا هنا هسه مسلحة تسليح كلش ضخم، يعني تسليح ضخم عملاق. نعم. يعني الناس قامت تمتلك أسلحة يعني ما تفوق التصور أي عاقل وأي إنسان. نعم. أسلحة قامت تطلبنا من كل الدول، هسه بالأسواق عندنا أسلحة حديثة. كلها من هذه الـ M4 والـ M16 التركي والأمريكي وغيره، وصناعات حديثة. يا ريت هذا الكلاشينكوف القديم. أمور هواية وقضايا جاي تصير عندنا هنا بالجنوب ما حد يدري بها ولا واصل الوسائل الإعلام ولا واحد يقدر يوصلها. نعم. هاي الكذبة يكذبونها، ومهاترات العبادي مال أضرب بيض من الحديد، هذا مهاترات قدام الناس الفقرة. يردون يقنعون الشارع العراقي. فإحنا ما لنا شغل بالمهاترات. طيب. أنا أشكرك يا سيد أبو محمد من السماوة، ويانا السيد أبو زكريا من كركوك. تفضل يا أبو زكريا. قناتكم من الله. حياك الله. محمد من السماء هو أجل حد. والله العظيم هذا رئيس الوزراء المصطفى الكاظمي كل ما بيده غير عصا. نعم. المبلغ يسلم بالسلم. لا 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 كشف على قتل المظاهرين. نعم. لا كشف على القناصين، لا أنت حقوق العراقيين. أتمنى شعب العراقي يصير مثل لبنان خلال 5 أيام 7 أيام غير حكومته. والله الشعب العراقي، شباب العراق، أمهات العراق، شباب العراق، شياب العراق أن يقومون على هذا الكاظمي، لأنه الكاظمي إيراني كافر ابن كافر. هو لا تجاوزات يا سيد ابو زكريا. يعني محمد يعني خليني تفضل. لانه هو متواطئ ويا الميليشيات وقتل العراقيين وقتل المتظاهرين والمهجرين. الكاظمي اول واحد متواطئ وياهم، هو القاتل الوحيد، لانه ما اخذ حقوق العراقيين ولا قتل العراقيين ولا قتل المتظاهرين ولا جرح العراقيين ومغيب العراقيين وإعلام العراقيين قتلوهم. يا أمي محمد، أنا عميد بالجيش قائد فرقة، يعني هذولا الطرطور، هذولا جاي كاظمي من يخلي إيده على صدر عبالك صدم قدام الخامنئي، يعني هذا اللي يمثلنا. يا ابني محمد يا خليني اقوم على غير حكي، يعني خليني اعيد على غير عملك فلان قدام الخامنئي وخميني. الله يحفظ العراق، الله يشاف العراق، الله يخلص من حكومه. شكرا شكرا. نعم شكرا جزيلا سيد ابو زكريا من كركوك. سعد من الكويت، تفضل يا سعد. حياك الله ويا كرديك استاذ محمد. حياك. حقنا نتساءل وقت ما نشاء يا استاذ، وفق الدستور والديمقراطيه، وفق الديمقراطيه والدستور. نعم. استاذي، من هو سبب الاعتداءات على الاعلاميين والمحتجين والمعتصمين؟ نعم. وانت قلت المحاصصه، ماذا تعني المحاصصه؟ وآخر الكلام، أبعد الله عنا وعنكم فيروسات كورونا. نعم. وفروخة تحياتي لك وللقناة وللبرنامج. شكرا جزيلا يا سيد سعد من الكويت. مبدأ المحاصصة اللي اعتمدت عليها أحزاب اللي اجتي بعد الاحتلال هو مبدأ بسيط جدا، تقاسم النفوذ والسلطة والمناصب فيما بينهم وفق اتفاقات تمت بيناتهم طبعا، يعني على أسس طائفية طبعا أولا وأخيرا اعتمدوا في توزيع المناصب.
وهذا النظام هو الذي دمر البلد، لأنه جاء بأشخاص غير مناسبين وضعوا في أماكن معينة أداروا بها البلد، أداروها طبعا بالشكل الخطأ، إلى المرحلة اللي وصلنا بها الآن أن العراق يستجدي المال من أجل دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين. قطاع الكهرباء قطاع منهار، قطاع الصحة قطاع منهار، النظام القضائي النظام فاسد، والمؤسسة وزارة العدل بشكل عام كارثة بحد ذاتها، السجون ممتلئة، لدينا مشكلة أمنية كبيرة في وزارتي الدفاع والداخلية. كل هذه الأمور تمت وفق نظام المحاصصة الطائفية الذي استطاعت هذه الأحزاب طبعا بتخويل أمريكي وبالنفوذ الإيراني الموجود في العراق بأنه تغذي طبعا رغباتها، تسيطر على ثروات العراق، توزع المناصب وفق الانتماء وليس وفق الكفاءة. يعني أنت إيراني الولاء تأخذ المنصب الفلاني، أنت عندك ظهر مسنود تأخذ المنصب الفلاني، لكن أنت كفوء يا أما تهجر يا أما تعتقل يا أما تغتال أو يصير بك أي كارثة حقيقة حتى يخلصون العراق من كل الكفاءات الوطنية اللي ما تنتمي غير للبلد. هذا هو النظام الذي دمر البلد وخرب يعني دمر الثروات، وتم بناء على هذا الموضوع سرقة أكثر من تريليون دولار أمريكي من أموال العراقيين، واختفت هذه الأموال ولا أحد يعلم أين ذهبت. طيب نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. صرخنا بيوم ضد البهايم، لا 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 يا القاعد انت بين لا تحكي عني، يا القاعد انت بين لا تحكي عني، تشريعك انت بيوم ما اخذ مني، لا 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 يا انتم طمع لحسين لا ما يريدك، يا انتم طمع لحسين لا ما يريدك، جيت اقمع الثوار انت وعبيدك، لا 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 لا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، معنا الان السيد ابو محمد من بغداد، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. والله استاذ محمد صار لنا 18 سنه نحكي وما حد يسمع، من يحكي؟ نحكي ويا حياطين ما نحكي يا بشر احنا. نعم. ناس جو من الحضيض صاروا بروسنا، اللي صار وزير واللي صار يعني كانوا يحلمون هو يصير مدرس، نعم، صار رئيس وزراء، زين هذا شلون ينطيها؟ نعم. لا جرب دراسه ولا جرب تعب، جابوه الامريكان ونصبوه عليك حاكم، نعم، زياده شفتهم من الحكم الله يخليك، شفتهم، نعم، ما يفتهم غير الذبح والصليخ، ما يفتهم، يفتهم شيء دارس هو ما دارس، اللي كان يبيع كبه واللي كان يبيع واللي كان يبيع لا، وحتى اللي دارس بيهم يا ابو محمد، حتى اللي دارس منهم شنو اللي قدمه في قطاعه او في تخصصه؟ ماكو حد دارس منهم، الله يخليك، اكو حد دارس منهم؟ ماكو حد دارس منه، ولا حد داخل اصل كليه ولا شهاده، ولا شهاده، واحد ماخذها تعب وجايبها الدراسه، عمي كلهم تزوير. طيب. الانتخابات تزوير، نعم، ماكو شيء بالعراق كله تزوير يا استاذ محمد. طيب انت قلت يا ابو محمد انه احنا قلت صار لنا 17 سنه نحكي وما حد يسمع، عبالك بدك تحكي ويا حيطان، هل اللي احنا دنسولفه هو دنوجه كلامنا لهم لو دريد نفضح اللي ديسووه؟ سيد ابو محمد،
أبو محمد فقدنا الاتصال. الكلام اللي دا يصير الآن في الساحة العراقية منذ الاحتلال ولغاية اليوم، لغاية هذه اللحظة، هل الحديث العراقي داخل الشوارع العراقية، البيوت العراقية، بين العراقيين، هو الكلام دا يريد نوصله لذولا؟ طيب لو كان ينفع وياهم الكلام، ليش ما غيروا شيء؟ ليش ما صلحوا الوضع؟ ليش ما بنوا؟ ليش ما عمروا؟ إذن مثل ما قال أبو محمد، العراقيين لما كانوا يتكلمون كانوا يتكلمون مع حيطان، لأنه اللي موجودين بالسلطة لم يقدموا شيء لهذا البلد، وهاي النتيجة اللي احنا بيها. الكلام الآن هو للفضح، لتعرية من يحكمون العراق أمام العالم، أمام العراقيين، اللي بعد أكو فئة ربما مستفيدة، ربما غير واعية للموقف بشكل صحيح، ربما لا تريد أن تدخل في هذا الموضوع، تريد تبقى على الوضع اللي هي به. هذا كلام يوجه لهذه الشريحة من الناس، يوجه للعالم اللي لازم يشوف اللي دا يصير بالعراق. هو يشوف ويعرف، لكن احنا نريد نضغط أكثر. هذا اللي دا يصير بالعراق. الثورة اللي طلعت ما كانت تريد توصل رسالة للموجودين بالحكم بس أنه أنتوا لازم ترحلون، كانت تريد توصل رسالة للعالم أنه لازم العالم، المجتمع الدولي، يساند العراقيين في قرارهم بإزاحة هذه الأحزاب وإيقاف نزيف الدم اللي دا يرتكب يوميا ضد العراقيين. هذا اللي دا يصير. احنا الموضوع لو الحكي دا يوجه لذولا بس الموجودين بالحكم، ولو كانوا يسمعون ما كان وصل حال العراقيين إلى ما هو عليه الآن. السيد أبو هزبر من كركوك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، بارك الله فيك. والله لو نجانا تحين مدولة ومشان يشتغلون هنا وهنا وجالوا صاروا، ما معقول يسلمونها بهالسهولة أبو. أها. أبد. نعم. أي والله، هاي سمعان بجان قسام ذول، عجان قسام ذول. نعم. يعني ما يصير واحد إذا ما يروح على إيران. نعم. ويحب إذا الخامنئي تاي. نعم. فما يصيرون ذولا أبد، ولا يسوون دولة، ولا يعني أحزاب، وكل من ينتخب حزبه. يعني عندك أياد علاوي يقول أنا ما أخاف من الله. إذا ما تخاف من الله شلون إحنا مخلينك علينا؟ نعم. ها؟ نعم. فذولا والله ما أعرف شلون إحنا نفزع الدول، يعني تصير معنا الدول العربية، إخواننا السعوديين، الإمارات، البحرين، يقفوننا ما يمسوننا. يعني لأن إحنا جمجمة العرب. ما رجوا ينسون، رجوا يصيرون معنا. طيب أبو هزبر، برأيك الحل شنو؟ يعني أنت كعراقي شنو شايف الحل الوحيد للأزمة؟ والله حل لازم ينشلون شلع قلع هذولا. شلع قلع، لأن ذول لا شهادة ولا عندهم شيء، ولا ذول كانوا دايحين وجو استلموا سلطة. نعم. فما بسهولة يهدونها يعني. رأيك بالعراقيين اللي دا يطلعون يطالبون بمطالب خدمية وما يرفعون شعار أنه لازم إسقاط النظام، شنو رسالتك لهذه الشريحة؟ ذول ما وراهم لا خدمية ولا، يعني اليوم أبو ديالة، أبو المنتوجات مال أبو ديالة يقول لك يحط مي مع البنزين. نعم. زين سووا له؟ ما سووا له كل شيء. يعني نعم. آلاف السيارات تدمرت من وراه. نعم. هذا المفروض واحد من قدام الناس تحسن عبرة لمن اعتبر. نعم. يعني اسمه ما طلعه خلال 24 ساعة على أساس ساجين ومطلعينه. هذا ما يخليه. نعم. الآخر يعني ما طلعون حتى الأسماء، سين وجيم، ما يقدر يطلع اسمه. نعم. ليش ما طلعوا قدام الناس وأعدمه؟ ليش يحرقون خيام المعتصمين؟ نعم. على أي أساس؟ وهو على أساس يحامي المعتصمين والجهات الأمنية، ومش بعد الجهات الأمنية يعني المعتصمين. نعم. على أساس عندك الزعفرانية ميتة من العطش وهي بصوت دجلة. يعني لما خطفت الميليشيات الصحفية الألمانية طلعوها ب 72 ساعة وقال إنه لازم تطلع ب 72 ساعة. طيب وين هاي الوعود؟ وين هاي السلطة على كشف قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين اللي موجودين بالسلطة؟ الفاسدين هم نفسهم، هم اللي يسولفون، هم نفسهم فاسدين أبوه. نعم. هم نفسهم فاسدين، من رئيس الوزراء إلى آخر واحد كلهم فاسدين. فواحد يغطى على الآخر، واحد ما يقدر يكشف عن الآخر. نعم. وكلهم تابعين لإيران. يعني أبو إيران اليوم السفير الإيراني يقول عندنا سجناء، هو وزير العدل، وأنا كسجين إيراني هنا، السجناء ولدنا
اللي راحوا تغيبوا لحد الان ما ندلهم وين. نعم هم ذول السجناء. نعم. ما نكسجين ماش حد واحد يقدر يسجن ايراني من هل مش يقدر يسجن ايراني. نعم. وكل الدمار من ايران البيض الفاسد والمواد الفاسده يعني حتى الهواء مالهم اللي يجي من عندهم فاسد. أنا أشكرك يا سيد أبو هزبر ووصلت الفكرة. أعتذر منك الوقت شارف على الانتهاء. سيدة أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولا قناة الشريف ولا كل العراق الشريف. أهلا وسهلا أستاذ. الأخ اللي تكلم من الجنوب. نعم. قال إنه الأسلحة موجودة عند الشيوخ وعند اللي هاي هذا يعني هذا ضمن سياسة الأحزاب الشيعية الإيرانية إنه أول ما التزمت التزمت الشيوخ وقدمت لهم المليارات والفلوس والأسلحة ورواتب إلهم في سبيل إنه يكون إلى جانب الحكومة مالتهم المجوسية. نعم. أستاذ إحنا إلى 2003 العراقي كان قبل 2003 كان عنده انتماء للوطن وحبه للوطن. أكو التزامات وطنية. كان الشاب يدخل الجندية وملتزم ويعرف النظام ويعرف الأخلاق العسكرية. أما الآن من سنة 2003 إلى الآن إحنا يعني التظاهرات ترى مو ذي مساحات واسعة بالوطن بالعراق. نعم. يعني مناطق محددة هاي أولا. ثانيا بالمناطق الجنوبية من يقول العشائر يعني عندهم قوة وعندهم أسلحة يعني معناها ما في تظاهرات يمهم. يعني هذول المتمكنين إذا إحنا صار إحنا عندنا الساعدي هسه المفروض يكون بعملية يعني أخذ السلاح من الحشد. زين بيجي حالة إذا يقوم بعملية أخذ السلاح معناها راح تصير ضجة كبرى وتصير مذبحة. ليش؟ لأنه دائما انتمائهم إلى إيران أستاذ. فلهذا إحنا يعني نسينا حب الوطن مع الاعتدال للوطنيين. واللي عنده راتب يقول لك أنا ليش إنه أنا أشارك؟ ليش أطلع على التظاهر؟ طيب. اللي عنده شغل اللي عنده إمكانية يقول لك أنا ما أطلع. فمن بيطلع؟ بيطلع الفقير ويطلع المحتاج ويطلع الطالب ويطلع اللي مكمل كليات. هسه لا مدارس، كورونا، خدمات اجتماعية ماكو، خدمات صحية ماكو. زين أستاذ يعني في لبنان ليش طلعوا وسيطروا على الوزارات من صار الانفجار؟ يعني معناه الجيش ويا الشعب. احنا جيشنا ما شفنا من عنده احساس وطني وقال طيب. انا انسج بيا التظاهرات او التزم التظاهرات حتى اخلص وطني. ترى هي مصلحه وطن اكثر طيب. ما هي مصلحه شعب. انا اشكرك يا ام عبد الله من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه. فيما تبقى من لحظات مشاهدينا الكرام نقرا الرسائل الوارده. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابني ما أعرف معتقل، ما أعرف أقول معتقل، مخطوف، مغيب، ما أعرف. 6 سنوات من عمره ومن عمري أنتظر باكر وعقبه يقبلون بأولادهم، يقبلون بأولادهم هيك يعيشون على أمل، والأمل بس بالله رب العالمين. ما خلينا مكان ما رحنا به، الصليب الأحمر، حقوق الإنسان، الساعة، الحاسبة، يقولون قيد التحقيق. 6 سنوات قيد التحقيق، حسبنا الله ونعم الوكيل. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية والسلام، يقول العراق ابتلي بالاحتلال وهذه العملية السياسية الفاسدة التي جاءت مع الاحتلال تحت راية الديمقراطية لتحقيق أهداف الاحتلال تهلك الحرث والنسل وتمزيق العراق، حققت بعض الأهداف، تدمير المؤسسات الخدمية، المصانع، البنى التحتية واقتصاد العراق، ولم تحقق الأهداف المهمة أتحفظ عليها، وعلى المتظاهرين أن يأخذون وسائل التخلص من الاحتلال وأعوانه. يقول أنا تحفظت على الهدفين الرئيسين وهي وحدة الشعب العراقي وتقسيم العراق. شكرا يا أبو حاتم. في رسالة: السلام عليكم، نصير من بابل يقول من خلال إذاعتكم الكريمة نطالب بحلول للصف السادس، ارحمونا يرحمكم الله، لا وقاية ولا شيء، فقط مقابل الإعلام، ارحمونا. رسالة لدينا: الله يحفظ شباب العراق المتظاهرين العراقيين، والله يشفي جرح العراق، شبابنا مستقبلنا والحكومة الإيرانية، احنا الكبار بالعمر وشبابنا يأخذون حقنا. سيد أبو زكريا أنا أشكرك.
أبو مريم من بغداد يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. مصطفى الكاظمي هو أحد عناصر فرق الموت، وعندما استلم المنصب وضع يده في يد الميليشيات وارتدى زي العصابات، وهو ليس أهلا لهذه الحكومة ولا يختلف عن سابقيه. وأقول لقضاء العراق أو قضاة العراق: أنتم أديتم القسم، لماذا تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف؟ لماذا لا تحاسبون هؤلاء المجرمين وتقدمونهم إلى القضاء؟ تخافون منهم ليش؟ بس تقدرون على الفقراء تحكموهم إعدام. اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أيها القضاة، وشكرا لكم. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر: 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.